الكابتن مهند زيدان إبعاد اللاعبين علي فائز ووقاع رمضان إلى نهاية الموسم جاء بقرار فني. اكيد كل مباراه دوري صعبه، ماكو مباراه سهله، يعني خاصه احنا فريقنا اللي يمر يعني بتدي مثل غياب اللاعبين، يعني اللاعبين المنتخب الاولمبي اللي مبارك لهم على الفوز والانجاز اللي حققوه، اضافه لمباراه اليوم فريق اماره بغداد، فريق يعني تغير يعني فريق يعني اسلوبه تغير هواي امور، فريق صار افضل من السابق. مباراه اليوم كانت يعني صعبه خاصه بعد طرد بن طرشه، لكن الحمد لله كابتن احمد يعني احمد صلاح حافظ على وضع الفريق بالنقص، والحمد لله حافظنا على النتيجه، واهم شيء النتيجه بالدوري العراقي لثلاث نقاط يعني مهمه جدا. عندنا لاعبين يعني حارس مرمى سجاد شفت اليوم يمكن اول مباراه، مصطفى قاسم يعني لاعبين شباب، لان هو وضع الفريق يعني تعرف غيابات المنتخب الاولمبي بالاضافه للاعبين عديب الحاج، اللاعبين المصابين عندنا يعني كم لاعب، فنكمل بما يعني بما حضر بمن حضر الفريق، اللاعبين ادوا اداء رجولي، يعني نقول الحمد لله. على كل حال اهم شيء الفوز بالنقاط، وهذا دوري يعني ممكن تلعب مباراه تقدم مستوى عالي ترتاح كجهاز فني كنادي كجمهور، لكن من تخسر مباراه تكون واقعها صعب علينا كنا، لكن الفوز يغطي. نقول ان شاء الله يعني قادم الايام ان شاء الله الفريق يكمل باللاعبين، ان شاء الله الفريق يكون افضل ان شاء الله. والله يعني اللي اعرف يعني اجازه يعني اللاعبين المذكورين، وهذا يعني راي جهاز فني والاداره، ما اعرف يعني بعد الامور الشغلات الاداريه هم الاداره يعني هم اعتقد يعني هذا اعتقد هذا الشيء اعتقد.